لكم عشان او بانوراما. بصوا الله هتفرش بيتك والله جميله يا جماعه ما شاء الله. وقال الاسعار ده حقيقه على فكره يا جماعه، احنا مش بن حلوه والله جميله ما شاء الله. بصوا الشياكه يا جماعه، يعني دي ب 75 والله تحفه وعظمه. بصوا الشياكه جميله، 16 حلقه 3 متر ارتفاع 2 متر ونص، بجد شغل عظمه والله جميله وجديد يا جماعه. الموديل ده احنا ما صورناهوش قبل كده، حلو قوي ما شاء الله. ترى من اولها لاخرها شغل. عرض 3 متر ارتفاع 2 متر ونص 16 حلقه، الستاره دي كلها ب 150 جنيه تحت. 150 جنيه طبعا، دي اساسي تحت اي ستاره عندك ما شاء الله. بانوراما وشيماء هتفرشوا بيتكو تسلم باعلى الخامات واقل الاسعار. الخير، ازي حضرتك يا استاذ سمير؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله ما شاء الله. بقى بص، انا خلينا الاول كده، انا مش مشترك في القناه، يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. وعايزه اسلم على الحاجه القمر دي، ازيك يا حاجه؟ منوره. الله يخليك. انا من ساعه ما وقفت احنا اتكلمنا مع بعض كتير قوي الحبه اللي وقفناهم دول. أيوة. ما شاء الله بجد زي العسل، جميله حلوه ومختاره حاجات ذوقها حلو قوي. انت ايه رايك في المكان كده والمعامله والدنيا؟ انا حقيقه اول مره اجي هنا، بس ما شاء الله كفايه معامله الاستاذ سمير كويسه جدا بصراحه. الله، يعني انت مجوزه بنتين؟ يعني هي دلوقتي يا جماعه بتجيب لي الولد، هي مجوزه بنتين قبل الولد ما جيتيش هنا؟ لا ينفع كده؟ خلاص انت عرفتينا بقى. انا عندي بنات تاني في العيله كتير يعني. ايوه كده، انا عايزه كده. ايوه انا ربنا يفرحهم يا رب كده وتشوفيهم دايما بخير. ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه. متشكره قوي على كلمتينك الحلوين دول، وانا اتشرفت بمعرفتك. الله يخليك يا استاذ سمير. هنعمل ايه النهارده؟ النهارده في مفاجآت بقى مع شيماء وبانوراما. النهارده بقى في عرض قوي، النهارده عرض ال 50 جنيه كبرناه ودعمناه. ممكن يا خالد تيجي بعد اذنك كده؟ عرض ال 50 جنيه معانا اهو، خامات جديده. احنا بادئين دلوقتي بعرض ال 50 اللي هو الحاجات الخفايف الحلوه سهله في التغيير، دي الوانها كتير وفي منها الساده والمنقوش. ازاي دي خامه دبل فيس والشمع والشموط. تمام. استاذ سمير احنا ما قلناش للناس احنا فين، احنا سلمنا على الحاجه. اهو بانوراما يا جماعه، انتوا نسيتونا ولا ايه؟ معلش. لا احنا في بانوراما 9 شارع مطبعه الاهليه وكاله البلح. مواعيدنا من 10 ل 10 كل الاسبوع. هو بنوه برضو لحد اجازه، يوم الاحد احنا اجازه يا جماعه. اجازه يا جماعه. تمام. تعالى لون الفوشيا اهو. بص الفوشيا. تمام. الفوشيا في الاحمر. هولا هو الاسود. الاسود اهو يا خالد. فوشيا والاحمر. فوشيا والاحمر. الاسود الوان جديده نزلت في ابو 50 جنيه. الناس اللي مش متابعانا بقى كمل معانا. التفاحي والاسود الناس اللي تابعونا على لينك التليجرام وصفحه الفيسبوك يا جماعه، عشان في عروض بتنزل جديده بننزلها عليهم. تمام. بنقول لكم احنا بنحب متابعينا فهندلع متابعينا، الكلام ده حقيقي وانتم متابعين معانا وعارفين. عرض ال 50 جنيه كبرناه. بصوا الالوان هي كتير. الكحلي ان شاء الله. بصوا بقى الزيتي بدرجاته. ماشي. الستاره المقلمه دي معانا في العرض اهي، ومعاها الساده بتاعها. الستاره عرض ال 50 في حاجات ساده، في حاجات منغبشه زي الكحلي دي كده، وفي المقلم ده. ماشي. المقلم اشكال كتير. اشكال كتير. ان بيتي بدرجاته. تمام. كحلي في عندي كحلي الساده ده. حلو ده برضه الخامه دي، وفي الكحلي اللي بيلمع. تمام. عندي الالوان كتير، عندي اللون اللبني معانا في العرض، اللون السيمون معانا التوبي اللبني والسيمون. الستاره الجميله دي انتوا شايفينها. بصوا دي منقوش منها فيها. ده عرض ال 50 برضه يا استاذ سمير. احنا كده في عرض ال 50 جنيه. الله حلوتي على فكره ما شاء الله. عرض ال 50 جنيه اهو. دي في منها الوان ثانيه مش كده؟ الوان ثانيه. بصي برضه وفي دي جميله دي عندي منها. عرض ال 50 جنيه بنقول لكم كبرناه. بصوا دي احنا بنحب متابعينا، بنحب نكبر العروض المتابعين. لون السيلفر معانا اهو، مش ملاحظه ان في الوان جديده؟ الاسود الاحمر. السيلفر ما كانش معانا. والاسود في ابو 50 ما كانش موجود. النبيتي عندي منه ثلاث اربع خامات نبيتي. بصوا دي النديره نفس الخامه بتاعت الاسود. حلو قوي. ما التشكيله دي الاسود يبقى بيلمع كده بيبقى حلو. والنبيتي كمان جميل. مش عاوز 800 يعني، انا عايز الم لكم الفيديو النهارده مختصر. تمام. بحيث ان احنا ما نسقش من بعض، عشان في مفاجأتين النهارده في الفيديو. مفاجأتين؟ انت جاي تقول لي دلوقتي؟ طيب ماشي، انا عايز اعرفهم برضه. ما هنقولهم. ماشي. ماشي، كملوا معانا بقى باقي الفيديو ال 50 كملوا معانا الفيديو يا جماعه. دي معانا في عرض ال 50. كل المجموعه دي كده 50 جنيه. كل الشغل ده كده، كل الشغل ده ب 50 يا جماعه ما شاء الله. بس كده خالد افرد يا حبيبي. انا اللي هطلع وانت اللي هتقفل. بصوا دي لونها. بصي اهو دي بيج كده تحفه حلوه قوي. هبهدل لكم الدنيا. وفي البيج بصي دي نزلت باللونين بتوعها اهو، الزيتي والذهبي نزلوا مع بعض. كان الاول ذهبي دلوقتي زيتي وذهبي. تمام. بصوا برده اللون ده حلو قوي، ده كافيه كده شويه. وفي ده لا تشكيله الوان المره دي كبيره قوي في اللون اهو. بصوا المنت جميل 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 معانا اهو. لون الكافيه برده معانا. الوان كبيره، تشكيله كبيره النهارده. ما تنسوش يا جماعه تتابعونا لاخر الفيديو. دلوقتي في عرض ال 75 جنيه.
75 دلوقتي عرض ال 50 خلص، احنا في عرض جديد ال 75. بصوا الشياكه بقى 75 جنيه عرض بيور سيلك ما شاء الله. تمام احنا هنعرض البيور سيلك والجاكار مع بعض لان الاثنين بسعر واحد. تمام عرض ال 50 75 جنيه كبير اهو. موديلات ثانيه نبيتي، دي دبل فيس يا جماعه، دي دبل فيس عشان ما حدش يقول انت عامل على الظهر ولا عامل على الوش، دي خامه دبل فيس، دي دبل فيس، في الارضيه فاتحه وفي الارضيه النبيتي اللي زي كده. تمام 75 يا جماعه، حلوه قوي دي ما شاء الله. بصوا في مقلم كده برضو، الكراش دي جديده لسه نازله معانا اهي في عرض ال 75 جنيه دي. الله حلوه دي ماشي. ما شاء الله. السيلفر في اسود وفيها لمعه يا جماعه، السيلفر بيلمع. بصوا سيلفر في هجيبها لكم اهي، في عندي النبيتي الرسمه دي تحفه، دي حلوه قوي. وفي برده النبيتي دي معايا كده، انا معايا عرض 75 جنيه كبير، عرض 75 جنيه تشكيلته كبيره، يا ريت كلنا نستفاد منها ان شاء الله. انا بقول لكم حتى نفاذ الكميه يا جماعه عشان الناس ما حدش يقول لي انت عرضت وخلص. خلص ده طوبي كده مش نبيتي. بصوا بص الخامه عامله ازاي، حلوه قوي ما شاء الله. ده عرض 75 يا جماعه. بص الخامه اشكاله جميله حلوه قوي. استاذ سمير دي ايه؟ ما دي برضه عرض 75. طب ما توريها لنا، مخبيها عننا يعني، ادوريها لحد تاني غيرنا. لا لا طبعا احنا بنحب متابعينا، قلنا نعمل ايه؟ هندلع ايه؟ بندلعهم. هندلع. بصوا كده عايزه اقول لكم دي منفوخه شويه، وبصوا الحرف بتاعها كله بيلمع كده، حلوه دي شكلها مميز قوي ما شاء الله. معانا بصوا الظهر بتاعها العرض، احنا شفنا الاسود القلم العريض الاسود بيلمع. القلم الاسود العريض اهو، وفي القلم الرفيع الاسود العريض اللي احنا شفناها، الناس اللي بتحب القلم الرفيع اللي هي دي، في منها الرفيع اهو برده بيلمع. عرض ال 75 جنيه كبير ما شاء الله، جميله. وب 75 عرض ودعمناه. تمام بقول لكم احنا عاملين لكم مفاجآت كتير. تمام النهارده عندنا عروض جامده جدا، كملوا معانا لان في شغل جامد. ده ايه يا استاذ؟ الجاكار معانا اهو، الجاكار 75 جنيه. تمام 75 جنيه عرض الجاكار. ممكن نرد بس على الزبون. بصوا الالوان اتفرج، بيور سيلك معانا في العرض اهو، لونها عظمه. احنا اتفرجنا هنا على الرسمه النبيتي، وده المعلم بتاعها النبيتي اهو. لا مش الرسمه دي، امال في الرسمه اللي اتفرجنا عليها اهي ديت. دي ده القلم بتاعها، ممكن نعملهم ماتشنج مع بعض بالماتشنج يعني. بتاع عند الرسمه بالماتشنج بتاعها. تمام تمام احنا دلوقتي بنتفرج على الجاكار برضو معانا واحنا ماشيين. الجاكار بالوانه الاحمر، اللبني، النبيتي، البستاج، الموف الريي، البني، اللون السيمون، كل التشكيله دي الجاكار. عرض الجاكار معانا برضو كبير نستفاد منه، في ناس كتير طلبت منه شغل وشحناه ما شاء الله. اللون البادي روز معايا، الله حلو قوي ده. اللون الرمادي معايا جميل جدا، والجري. بصوا الالوان دي مع بعضها ميكسات تحفه، حلوه قوي ما شاء الله. وفي دي كمان جديده معانا، ده برضو عرض اول معاكي اهو. تمام تمام بصوا دي 75 كل ده 75، احنا كده في عرض 75 جنيه يا جماعه حلوة. عشان محدش يطول يعني دي يا جماعه معانا ب 75 ودي معانا ب 75، وريني دي بقى 75. واحنا قلنا هنعرض الجاكار مع البيور سيلك. بصوا دي ب 75 جنيه دبل فيس، دي جميله ايه. ايوه دبل فيس، حلوه قوي. احنا كبرنا العرض ودعمناه ولا لا؟ طبعا ما شاء الله. عندنا اشكال جديده النهارده في الستاير وباسعار جامده جدا. ارتفاع الستاره 2 متر ونص في عرض 140، 8 حلقات 140، ارتفاع 2 متر ونص 8 حلقات 75 جنيه. تمام اللون البادي روز، اللون الجري، تمام اللون الكشمير ما شاء الله، البني، والبني كمان مش اللبني، الله ماشي، الكحلي والزهري، الزهري في اللون الجري الغامق شويه، غامق قوي. بصوا ماشي كل الشغل ده 75 جنيه او الكحلي مش عارفه. مش بس كده كمان معانا الستاره البيور سيلك الجميله دي 75. الله عرض ال 75 جنيه عشان الله يا جماعه، عرض ال 75 فيه شغل حلو قوي، 75 كبير يا ريت كلنا نستفاد منه ما شاء الله. تمام عرض ال 75 جنيه تشكيلته كبيره، الوانه كتيره زي ما انت شايفه اهي، شفتي برضو البيور سيلك ده معانا اهو. بصوا الله حلوه دي 75 جنيه، لونها جميل، دي دبل فيس. دبل فيس الستاره اللي احنا شفناها هبه في الدهالكو برضو، دي اللي شفناها هناك اللي احنا قلنا نعملها ماتشنج مع الثانيه. جاهزه ستاره كامله متكامله ب 75 جنيه يا جماعه، مش بفلوس، انا بقول لكم تحدي فعلا تحدي ما شاء الله. بنصور مع شيماء وبان روما عشان نبيع القطعه دي ب 75 جنيه، بدل ما نبيعها على الفضائيات ب 750 جنيه بنبيعها ب 75 جنيه مع بان روما وشيماء. اللون الفيروزي برضو في بني، اللبني في البني، حلو قوي. ستاره كامله متكامله اهي بالحلق بتاعتها اهو، ممكن بقى طلع لي اللبني جنبها انت عاملهم ماتشنج مع بعض يعني. بصوا استاذ سمير مجهز لنا الاثنين مع بعض عشان لو حابه تعملي ماتشنج الاثنين اهم مع بعض، حلو قوي. اهو معانا تمام 75 جنيه معانا، ستاره جميله اهي ب 75 جنيه كامله متكامله 75، حلو قوي. بصوا يا جماعه حتى نفاذ الكميه يا جماعه، الستاره الجميله دي معانا برضو اهي، كل ده عرض اول مع شيماء. تسلم.
بس عامله ازاي بالظبط؟ درجات الكافيه عظمه يا جماعه، حلو قوي. تسلم يا استاذ سمير، النهارده بجد في شغل مميز يا جماعه، شغل حلو قوي واسعاره تحفه. شفناها دي اللي قلنا عليها الماتشنج بتاعها دي، شفت الفيروزي دي الاثنين دول؟ لا بس اهو شفناها حلو قوي. الله الله، ايه رايك؟ مفيش الله ينور. الله ينور طبعا. ايه رايك؟ الله ينور. بصوا اهو، بصوا الالوان بقى، بص الموفات اهو، الجراي مع الموف مع الكشمير، الوان كلها شياكه، حلو قوي. هنكمل العرض ال 75، انا شايفه العرض جامد جدا. عرض ال 75 مكملين معاكم في عرض ال 75 الشيفوني. ايوه بصوا الشيفونات بقى الوانها كتير ازاي، ما شاء الله. البني، ايوه اللبني، الكحلي يا جماعه، لون الكحلي عظمه. عندي الكحلي النهارده والاسود. بصوا الشياكه اللي بتدور على الوان، ماشي. النهارده في الوان مميزه، الكحلي والاسود، مش بس كده، كمان في اللون الليموني، في الموف بتاعها حلو قوي، والبينك كشمير على فكره. الشنطه دي بصي، الشنطتين دول مليانين شغل لسه ما تعرفوش. بصوا الشغل ده، وفي هنا شغل طالع حد مطلعه اهو، والاحمر والمنت والاورنج. عرض ال 75، عرض 3 متر، يعني تقريبا كل الالوان موجوده في الشيفون. عندي اكتر من 40 لون. تمام. 3 متر اهي، 3 متر، ارتفاع 2 متر ونص. ايوه 16 حلقه، 16 حلقه. قلنا الاسود والاورنج 16 حلقه، الاسود والاورنج نعد الحلقات، والمنت ثواني، والاحمر والروز والموف والفسفوري والكحلي واللبني والبني. يعني احنا عندنا كحلي و... في لون تاني. استاذ سمير ايه الالوان دي؟ ده كام لون؟ في لون تاني اهو. ايه رايك؟ ايه ده، والموف الفاتح كمان؟ الموف الفاتح اهو معانا، ده غير ان في اوف وايت، في اوف وايت، وكان في جراي. انا شايفه، كنت شايفه جراي قبل كده، ما شاء الله. ده الوان كتير جدا، عظمه يا جماعه. بصوا الالوان، وهو الاخضر مش موجود فوق. عندي اكتر من 40 اللي موجود معانا، المنت في الكافيهات معايا. تمام اهو، في كافيهات درجتين الكافيه. لا مش هنعد بقى، احنا هنيجي هنسيب الناس لما يجوا يعدوا. عندي النبيتي، والنبيتي كمان. تمام، البني اهو، انت فاهمه. عندي اكتر من 40 لون، بقول لكم يا جماعه. عرض الشيفون، عرض 3 متر ارتفاع 2 متر ونص، 16 حلقة، فرصة ب 75 جنيه. تمام، 75 جنيه فرصة. أنا بقول لكم عرض الشيفون، يا ريت نركز فيه. هتحطي قطعتين تقال، هتحطي تحتهم خلفية واحدة، قطعة واحدة على الشباك. تمام، عرض 3 متر، فرصة ب 75 جنيه ب 16 حلقة. تمام، ما شاء الله. بس كده كمان عندنا الستارة الديجرادي دي معانا. أيوه، الجنجو معانا دي. ده برضو في منها ألوان، في منها اللون ده، وفي منها ألوان تانية. تمام. والاطفال ب 75 جنيه. والاطفال ب 75، ده احنا عرض ال 75 واخد الشيفونات واخد الاطفال واخد التقيل كمان، حلو قوي. 75 جنيه الاطفال، ما شاء الله، حلو قوي. كل ده 3 متر عرض، ارتفاع 2 متر ونص، 16 حلقه، الستاره ب 75 جنيه، ما جابتش تمن تفصيلات. ما شاء الله يا استاذ سمير، تسلم. عرض اهو النهارده. تسلم الله يبارك لك. بصوا بقى، عندنا الوان، يعني السبونج بوب دي عندنا الأطفال. منها كل شكل من دول عندنا منه الوانه، ما شاء الله. بس ايه كمان؟ بس كده عندي ستاره اطفال ب 100 جنيه اللي هي التل. ده كده هندخل في عرض ال 100؟ لا، ستاره التل ب 100 جنيه. امسكي برده معايا، عشان نحب المتابعين بتوعنا يعدوا الحلقة برده معانا. لو بنحب متابعينا نتعب لمتابعينا. ماشي، بص كده. بصوا ستاره دي العربيات، بصوا ليه تقيله من تحت، بصوا تقيله من تحت وعامله زي ما تكون تل كده. في بيستاج وفي الاورنج. ستاره التل دي ب 100 جنيه، 16 حلقه، 16 حلقه. ما شاء الله. برده الستاره البناتي دي اللي هي الاميره دي او السندريلا دي، البرنسيس. بصوا جميله، بصوا تدككيها بقى في الماسوره او تعمليها حلقات براحتك. بصوا عظمه، عرض بانوراما عامل عظمه النهارده. 75 ب 100 جنيه، ما تروحوش بعيد يا جماعه، كملوا معانا الفيديو، كملوا معانا. عرض ال 75 ده كتان ابيض، في البيج معانا في العرض، ده كتان ابيض اهو، الابيض موجود، البيج معانا موجود، فتله منقطه كده، في البيج اللي هو في في في, في احمر. ايوه تمام تمام. في مجموعة كبيرة من عرض ال 75 في الأورجانزا المعلمة معانا في عرض ال 75 جنيه مكملة. تمام. في الستارة الجميلة دي في عرض ال 75 جنيه مكملة. ما شاء الله، شوفوا الألوان. عرض ال 75 دي 3 متر، الشغل اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده 3 متر، ارتفاع 2 متر ونص، 16 حلقة. دي برضو معانا عرض ال 75. الله، دي لما تتكشكش تبقى عظمة. حلوة دي. هات. بقول لكم عشانها وبنوراما. بصوا الله. تفرش بيتك. والله جميلة يا جماعة، ما شاء الله. وقال الأسعار. ده حقيقة على فكرة يا جماعة، احنا مش بن. حلوة والله، جميلة ما شاء الله. بصوا الشياكة يا جماعة، يعني دي ب 75 والله تحفة وعظمة. بصوا الشياكة جميلة، 16 حلقة، 3 متر، ارتفاع 2 متر ونص، بجد شغل عظمة والله. جميلة وجديد يا جماعة، الموديل ده احنا ما صورناهوش قبل كده، حلو قوي ما شاء الله. الجديد. ايوه، احنا بنحب متابعينا، نعمل ايه؟ هندلعهم. يلا. برضه ستارة التل، الستارة التل تل بقى. التل دي عرض 3 متر زي ما انت شايفة. تمام. اهي
موديلات مختلفة المرة دي. ايه رأيك؟ عرض 3 متر ما شاء الله، ارتفاع 2 متر ونص، 16 حلقة. 16 حلقة، عرض التول ب 150 جنيه، احنا ما غليناش حاجة. ده العرض بتاعنا اللي ب 150. جددنا الموديلات، كبرنا التشكيل بتاعه، والسعر 150 جنيه. زودنا الشغل كشمير، رسومات كتير كشمير، عملنا موديلات جديدة. موديلات جديدة اهي، الشغل متصل. دي لونين، دي الابيض في البينك، تمام، في كشمير، ابيض في كشمير. بص تمام. الشغل عامل ازاي؟ 150 جنيه، عرض ال 150 جنيه. بص بقى الاحمر في الاسود، الاحمر في الاسود جميله دي برضه، الموديل. تمام. في عندي الاوف وايت، فوق فايت دي كلها لون واحد بقى. الناس اللي مش عايزه الوان دي كلها لون واحد. 3 متر ارتفاع 2 متر ونص، 16 حلقه. أيوة. 150 جنيه التول، 150. الشغل احنا بنشوفه دلوقتي 150. الله، حلوه دي، افردها لي. ايوه دي جديده، بصوا اللون النبيتي معانا اهو في العرض، جميله دي قوي. بصوا وردتها يا جماعه عامله ازاي، شغل بارز يا جماعه. بص التطريز عامل ازاي، بصي من قريب هنا اهو كمان. حلوه قوي ما شاء الله. عرض التول المطرز، فرصه حلوه دي قوي. كشمير رسمه ثانيه، الله، ايه دي كانت فين؟ دي كانت مدريه. شفنا رسمه اهي، بصوا. وادي رسمه ثانيه اهي، بصوا الرسمه دي برده حلوه قوي، جميله ما شاء الله. بصوا موديلات مختلفه، رسمه سيمبل شيك رقيقه دي، خفيفه كده، من رسمه اكتر من كذا رسمه. تمام ماشي. عندي برده البيج في جولد، بصوا البيج دي، ايه رايك في الرسمه؟ بيج في شغل متصل للاخر، هات الشريط كده فوق. اهو ستاره من اولها لاخرها شغل. بصوا عرض 3 متر، ارتفاع 2 متر ونص، 16 حلقه. الستاره دي كلها ب 150 جنيه، 150 جنيه طبعا، دي اساسي تحت اي ستاره عندك ما شاء الله. بانوراما وشيماء هتفرشوا بيتكو، بيتكو تسلم. باعلى الخامات واقل الاسعار، ما شاء الله. الوان حيه، موديلات كتير، تشكيله كبيره ما شاء الله. عرض 150 جنيه كبير، يا ريت نستفاد منه. خلي بالكوا لسه المفاجاه ما جاتش، مفاجاه الستاره الدفايه. الستاره، ايوه دي اللي انا بحبها. بصوا دي بتحبيها، بصوا دي جميله، كل حاجه الناس بتحبها ازاي. احنا بنقول لمتابعينا احلموا واحنا ايه هننفذ. طيب الستاره الدفايه دي، الستاره دي انا بحبها لانها تقيله، دي عشان كل الناس اللي طالبه شحن وفي الشتاء والكلام ده كله. بنقول لكم عاملين عرض، بصوا طول اجازه نص السنه بدل من 150 ب 125 جنيه، 125. الله، حلو قوي. مش يوم ولا اتنين ولا تلاته، احنا بننوه، احنا الترم التاني تقريبا على 19/2 حاجه كده، سمعت كده. احنا اجازه الحد، احنا اجازه الحد، وبنفتح من 10 ل 10، نفتح من 10 ل 10 طول الاسبوع. تمام تمام. وتابعونا على لينك انستغرام وفيسبوك، عشان بعد ما نصور بيجي شغل فبنصوره تاني، بننزله على لينك انستغرام. تمام تمام. يعني دي كده يا جماعه ب 125، هنشوف اشكالها دلوقتي. بصوا الجريل المشبح ده، بص حلو قوي، عظمه. بص الجري ده، بص الجري ده، بص دول درجتين جري، فاتح وغامق، زغلل عينيكم النهارده. الله بقى، وموف. بص الجري ده، موف ولا جري؟ قربي الكاميرا عشان الناس ما بتشوفش كويس. اهو والله، لا يعني مش بيشوفوش كويس، الالوان بتخلف في الكاميرا. ايوه ايوه. كام لون جري بعد اذنك؟ عشان الناس بتقول انا باجي ما بلاقيش حاجه، لا في حاجات بتخلص وحاجات بتيجي. يا جماعه بصوا دي مطفيه شويه، دي بتلمع عنها. اتفرجت على كام كام لون جري؟ مش اربعه. سؤال، لو انا عايزه من دي اكتر من واحده، او من دي او من دي، انا شايفه في كذا لون، من اللون الواحد في منه الشغل. خلي بالك الشغل بيخلص وشغل بيجي، عشان الاكيد اللي هتاخد هتاخد جنبين الشغل على الاقل يعني. الشغل بيجي تمام. لون الكشمير اهو، بص الظهر بتاع الستاره اهو اللي انا بقول لكم عليه، كشمير. الالوان الكشمير معانا برضو اهو، الكشمير والكافي، والكافي بتاعه نفس الرسمه. بصوا الكافي دي برده درجه تانية حلوه. تمام. في درجه الوان تانية كافيهات، تمام. ماشي. البني اهو، والبني، البني اهو، انت شايفه كام قطعه؟ البني المشبح، بصوا اهو، كشمير اهو موجود، والبني المشبح موجود، والزيتي موجود، والبيجات الفاتحه. بس النبيتي اهو يا جماعه، بصوا النبيتي، النبيتي معايا، النبيتي المشبح والساده، النبيتي معايا، والبيجات معايا، الكافيهات معايا. بصوا النبيتي، النبيتي المشبح اهو. عرض ال 150 جنيه لمده اجازه نص السنه كلها، 125 مع شيماء جول ومع بانوراما. تسلم يا استاذ سمير، تسلم. هندلع البيت وهنفرش البيت. بصوا النبيتي الساده اهو، وبصوا دي درجه للكافيه كده تحفه، ودي درجه ثانيه للكشمير. بصوا اهم جنب بعض، ده المشبح وده الساده. تمام تمام. تشكيله كبيره، يا ريت نستفاد منها كلنا. البني، بص يا جماعه، درجه بني كل ده كده، تشكيله اللي هو ب 125، تشكيله وتشكيله والوان. درجه البني برده لسه جديده نازله، الناس اللي بتدور على اللون المستردة معانا، والمستردة الله حلو برده. بص المستردة كافي معانا اهو، تمام. المستردة معانا، مش بس كده، كمان في اللون الزيتي ده لون جديد قوي معانا، درجة زيتي جديدة، لون جديد. في الموف ده معانا، موف بص الموف بقى، اتفضل. الكحلي معانا، الكحلي ما كانش موجود خالص، بس الكحلي كمان معانا. الكحلي معانا، الوان كتير، مجموعة كبيرة، عرض كبير ما شاء الله.
موديلاته كتير، الوانه كتير، مش هقدر اعد الوانه عشان الوانه بتخلص وبتزيد. بسم الله ما شاء الله. اه لكم تابعونا على لينك التليجرام وصفحه الفيسبوك. تمام. مفاجاه ثانيه بقى، عرض القطيفه يا جماعه، الناس اللي بتحب القطيفه، سيرك لاند الهندي اهي. اه ماشي، ده اللي بيلمع، قطيفه بتلمع. ماشي. والفوشيا ده قطيفه مطفي، كافيهات اهي. اه ده كده قطيفه مطفي، كل القطيفه اهي متاحه اهي. ماشي. اللون النحاسي، اللون المنت معانا اهو، الاكوا، اللون المنت معانا. اه الناس اللي بتختار الموفات، الكحليات اكتر من 40 50 لون اهو، زي ما احنا ماشيين كده. القطيفه كل الوانها موجوده، مفيش لون مش موجود. لون الاوليف كيوي معانا. أوه. ماشي. السلك لاند في منها كذا لون، في الكوفيه وفي المسترد اللي احنا شفناه ده. تمام. اه ماشي. عرض القطيفه ب 125 جنيه، عملناه لمده اجازه نص السنه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه يبقى القطيفه معانا ب 100. فرصه. تسلم. ايه رايك؟ مش فاهمه انا قصدي ايه. جامده. وريني الخامه. اتفرجي عليها كويس. اه انا عايزه امسك الخامه، ما شاء الله حلوه، الله تقيله. دي واخده خامتين دي ولا واخده ايه؟ دي حلوه قوي. بصوا الالوان يا جماعه، دي اوكسيديف بني برضو مع شيماء وبانوراما. بنقول لكم دي وفيها ب 50 جنيه، دخلت عرض ال 125 جنيه. دي ب 125. عايز اقول لكم تقيله. مش بس كده، كمان واخده تاتش جولد كمان. في عندي الله القطيفه البارزه معانا اهي. بصوا اه حلوه قوي دي. عرض ال 125 بدل من 150 اهي. اه وريني اللي هي ظهرها، هي الدفايه. ايوه. اه ايوه دي البارزه. دي ب 125 بدل 150 عرض لمده ها اجازه نص السنه. اللون الاحمر معانا. بصوا الاحمر اهو برده موجود معانا. الموف معانا ما شاء الله، والموف كمان. الموديل ده معانا. كل الشغل ده هو القطيفه البارزه. الله اللون ده حلو برده. كل ده معانا. تمام. مش بس كده، كمان كدا عندنا الستاره الجوبلان. الستاره الجوبلان بقى والشكل ده في العرض. ايه رايك في دي بقى؟ جامده ما شاء الله. نقول لكم هندلع بيها. بصوا تحفه يا جماعه، والله تحفه ما شاء الله، وتقيله. بصوا الظهر بتاعها عامل ازاي، ستارة ما شاء الله، محترمة جامدة جدا. اه 125 بدل من كام؟ دي معانا في عرض ال 125 بدل من كام؟ من 150 بدل من 150. تمام. كام لون دي؟ كحلي معانا؟ لا ما عدتش، انا كنت قلت لي عد من الاول. كحلي. بصوا بقى معانا منها الكحلي كمان. كافيه، هجيب لك الالوان كلها. الله، والكافيه، واحنا شفنا منها الاوف وايت الوانها جميلة. الله، والنبيتي كمان. الشياكة دي كلها معانا اهي. الشياكة دي تحفة. لون الكحلي الجميل اهو. بصوا الكحلي بقى. بصوا يا جماعه 125 عظمه جنيه. والله حلوه قوي. فتره اجازه نص السنه، بعد اجازه نص السنه يا جماعه دي هترجع 150 جنيه. لا يا جماعه اللي عايز يلحق ويشحن، احنا عندنا شحن. بنتكلم في الوان اهي. اه الوان حيه، تشكيله موجود منها كميات كبيره. ايوه تمام. بقول لكم المجموعه دي كده بعد اجازه نص السنه هتبقى بكام؟ 150. مش عايزه انت اجازه نص السنه ب 125 جنيه. مش بس كده، 125 يا جماعه. بصوا بصي الموديلات دي، تشكيله كل الشغل احنا بنشوفه ده كده ب 125. بصوا مش بس كده كمان، بصوا دي برده، دي كحلي منها فيها كده وبنغبشها. هي انا اللي انت عايزاها، اللي هي الكشمير اللي ورا دي. دي اه كافيه مش كشمير. كافيه ماشي، هي حلوه يعني. دي دبل فيس الناحيتين نفس الحكايه. دي 125 بدل 150 لمده بصوا ده ظهرها نص السنه. بصوا كده، بس كده كمان عندي طحفة. عرض، ودي الكحلي دي تقيله. القطيفه التقيله دي كمان معايا داخله العرض اهي. القطيفه دي ده الله بالوانها حلو قوي. تعالي ما شاء الله نتفرج سوا. 125 يا جماعه، احنا كده عندنا عرض القطيفه اللي ب 125 نزل ل 100، وعرض اللي ب 150 نزل ل 125 في الدقيقه. اجازه نص السنه. اللون الاحمر معايا اهو لغايه 19/2 يعتبر. اه اللون الاحمر معانا، احنا شفناه، والبني معانا الاحمر، ومعانا البني كمان، ومعانا الموف اهو. تمام. معانا البيج. بصوا الاوف وايت كده. بصي اهو، بصوا ما شاء الله، دي كلها داخله معانا في عرض ال 125 بدل من 150 لمده اجازه نص السنه. تمام. معانا بقى ستاره الشتاء، الناس بتسال عليها. ستاره الشتاء موجوده معانا، الناس اللي كانت بتسال على الستاره الجميله دي موجوده اهي. ستاره الشتاء، ايه رايك؟ بصوا بقى العظمه جميله. لا دي اللي هي بكام؟ دي ب 100 جنيه. يلا دي اللي ب 100؟ وريني يا استاذ سمير معلش. لا امسك الخامه اتفرجي. اه والله يا جماعه الخامه حلوه ما شاء الله. بصوا الظهر ب 100 جنيه. هتعرفوا من الظهر، شايفين الظهر عامل ازاي؟ جميله. رسومات مختلفه واشكال جديده، احنا ما صورناش الاشكال دي قبل كده. بصوا جميله حلوه ما شاء الله. بصي القلم ده موجود عندي، وفي القلم ده كمان موجود عندي. القلم ده وده ده فيروزي وده دهب. قربي شويه بعد اذنك الموبايل. بصوا دول اختلاف درجتين، جولد وعلى فيروزي، نفس الرسمه ونفس الخامه. اه اه ما شاء الله. ورينا اللي معاك دي عشان مش جاي معايا.
اه بصوا دي حاجه مختلفه معلمه برده بس شكل تاني. موديلات مختلفه تشكيله كبيره. بصوا الكتاب معانا اهو، رسمه الشطرنج معانا ومعانا اللون التاني بتاعها. الشغل ده كله اللي احنا بنشوفه ده كده 100 معايا كده. قربي معايا كل ده جاية. عرض ال 100 جنيه الكتان داخل في عرض ال 100 جنيه. كل الشغل ده يا جماعه معانا ب 100. عرض ال 100 جنيه كبير، يا ريت نستفاد منه. في ناس اشترت دي جميله، انا بحب دي قوي. لسه بتشتري. ده جميل ده. 8 حلقات زي ما احنا شايفين الكتان بالوانه. دي الوانها يا جماعه موجوده كتير ما شاء الله. البني بتاع دي، شوف الموف بتاعها. ماشي، في القلم اللي على فيروزي البني معايا اهي، تمام. في بقيه التشكيله، في القلم الاحمر في اسود، في الكتان اللي على اورنج ارضيه بني غير الاورنج ده. تمام، ده حاجه وده حاجه. في الستاره الجميله دي داخله معانا عرض ال 100 جنيه اهي. تمام، في منها لون تاني برضو. ستاره جميله اهي ب 100 جنيه، مش بفلوس، فرصه. كل ما شاء الله تحفه يا جماعه ما شاء الله. السيلفر في اسود ب 100 جنيه معانا. كل الشغل ده كده ب 100. في سيلفر بصوا احمر في اسود. كل المجموعه عرض ال 100 جنيه، عرض كبير يا ريت نستفاد منه. الستاره دي ب 100 جنيه، اسمها ستاره الشتاء حقيقي يا جماعه ما شاء الله. سيك الخامه عامله ازاي؟ وصف الخامه للمتابعين. 100 دي ها؟ الله. الستاره دي مع بانوراما وشيماء بتوصل لكم ب 100 جنيه. والله ما شاء الله محترمه تقيله جدا، بس انت هاتي ماسوره تشيلها حلو. بانوراما وشيماء بتوصل لكم ب 100 جنيه. جميله جميله جميله. خلاف كده هتوصل اكتر من 1000 جنيه لو صورنا على الفضائيات يا جماعه. بص حضرتك، بص الشغل عامل ازاي؟ اذواق مختلفه، موديلات مختلفه. بص الخامه على كتان، بص ده راه، بصوا تقيله والله يا جماعه، وهي من قدام ناعمه قوي. هو بقى مش بس كده، كمان احنا حبينا ناخد ستاره من دول مثلا، هنقول دي ممكن نمشي سوا؟ تعالى، عشان برضو العرض بتاعنا كبير، عرض ال 100 جنيه ما خلصناهوش، وحبينا نعمل ماتشنج. اهو ساده بني. بصوا اهو الوان السادة كلها موجودة عندي. السادة موجود في كل الأسعار، فأبو 50 وأبو 75 و100 و125. السادة موجود في كله، أنت مش هتحتاري، عايزة تعملي ميكس معاكي. حابين نعمل ماتشنج سادة أهو. بصوا. عايزين نعمل ماتشنج فيروزي. طبعًا فيروزي بيربطك أهو. الخامة اللي أنت حطاها المنقوشة عشان تحطي معاها زيها سادة. عايز بني، عندي البني أهو. بصوا. عايز بيش، عندي فيروزي درجة لون تاني. جميلة. خامة تانية فيروزي أهي. بصوا بصوا الدرجات. بص كذا درجة. عظمة يا جماعة. ألوان كتير، فاشيا، الجري معانا أهو موجود. النبيتي معانا اهو. ايوه النبيتي. بصوا الاورنج النبيتي اساسي، نفس الخامه والاورنج دي درجه اورنج فاتحه شويه. ثواني كده يا استاذ سهاد، هنا عملي على كتان. بصوا ده اورنج درجه اغمق، درجات الاورنج معانا شايفين. كبير نستفاد كله من يعني أهو. نستفاد منه كلنا. ايوه انا عايزاك تعمل كده من الاول. بصوا يا جماعه ده اورنج وده اورنج. فرصه ستارت السواريه. ستارت السواريه في الموف السواريه. بصوا والاسود. بصوا معانا اهو الموف الاسود والموف. بصوا ومعانا الاسود كمان ما شاء الله. دي اللي هي بكام؟ 100 جنيه. احنا كده في عرض ال 100 جنيه. احنا كده في عرض ال 100. حلو قوي. عرض ال 100 جنيه النهارده. تمام. عروضنا كبيره يا جماعه، عروضنا كبيره بيكو وليكو. تسلم. عروضنا كبيره بيكو وليكو. احنا بنكبر عرض كل متابعينا، احنا بنحب متابعينا، فاهم نعمل ايه؟ بندلع. بندلع متابعينا. عندنا عرض اللحاف لسه هنشوفه. تمام، كملوا معانا الفيديو يا جماعه. ما ننساش ان احنا عند بانوراما هنا في اقمشه كتير بالمتر، هنا التقايل وفوق شغل الشيفونات كله موجود فوق، والكتانات كمان عندهم تشكيله بجد عظمه. وطبعا لو قلت تابع قناه شيماء الجوهري في الحاجات اللي بالمتر كلها هيظبطوا لك الاسعار. خاص من كل متابعين قناه شيماء الجوهري. في الستاير اللي هي بالمتر. بالمتر. عروضنا اسعارها ثابته عشان الناس اللي بتيجي. بالظبط. اللي بالمتر في خصم لكل متابعين شيماء الجوهري. تسلم يا استاذ سمير. تشكيله اللحفه تشكيله جامده جدا زي ما احنا شايفين. دي هي الخامه البيكا صح؟ دي كده معانا الخامه البيكا، وفي خامات الاقطام كلها. ده لحف قطن يا جماعه، في ناس ما بيحبوش العمريه القطيفه، فكل ده كده قطن العمريه. بصوا الاشكال بتاعته، اي كميه انت عايزاها معانا. كمان هنا اشكال ثانيه كتير جدا جدا. ده حلو قوي ما شاء الله. عندنا الوان يا جماعه، اللي عايزين ابيض اساسي، اللي عايزين ابيض معانا والكشميرات. وعندنا المعلم اللبني في الابيض، ده الوان ثانيه برده شيك قوي، وده كمان شكله جديد. احنا النهارده الفيديو عاملينه كله شغل جديد، سواء من لحفه او ستاير، كل الشغل اللي موجود في الفيديو معانا جديد. وما ننساش ان احنا عندنا شحن، وكل اللحفه اللي موجوده معانا دي النهارده 250، ومعانا فيها اشكال ايكيا زي كده وزي كده وزي كده. الاشكال بتاعت ايكيا كلها للناس اللي بيحبوا شغل ايكيا، والحاجات الطايره دي برده شغل عظمه بجد. احنا هنا بقى عند البوفيت القمر دي. بص البوف ده، عرض البوف مستمر معانا. الاسعار بتزيد، الخشب بيزيد، الحشو بيزيد، التكلفه بتزيد، التجديد بيزيد، احنا ما بنزودش حاجه. حابب متابعينا بنقول لك بندلع متابعينا وبندعم متابعينا. تمام. عرض البوف زي ما هو ب 200 جنيه. 200 جنيه يا جماعه. بصوا الاشكال بتاعته، في حاجات خلصت، بصوا حاجات زادت. البوف ده بقى تزودي بيه عندك في العدد. برضو الناس اللي بتحب الالوان الساده ايه، تحطيه للتسريحه، تحطيه عند ولادك في الاوضه. بصوا عظمه، اشكال كتيره. بصوا القطيفه الساده اهو،
وفي تشكيله لسه هتيجي تمام يا استاذ سمير. بصوا الاشكال تحفه، والخامات طبعا مش قادره اقول لكم يعني عامله ازاي. بصوا ده كده عطيفه، وده برضو عايزه اقول لكم الخامات تحفه ما شاء الله، والاشكال جامده جدا. استاذ سمير انا يعني انا عارفه ان انا بتعبك معايا عشان العروض دي، تسلم. كلهم متابعيننا وعندنا استعداد نتعب اكتر من كده، كلهم متابعيننا الله يخليك. ان شاء الله الفيديو الجاي فيه مفاجاه كبيره لكلهم متابعيننا، زي ما احنا متعودين دايما من عند بانوراما. كل فيديو لازم يكون فيه مفاجات وشغل جديد وعروض جامده جدا. انا مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.